السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي على قناتكم منير آر بي 06. أتمنى أنكم بصحة جيدة وبخير لجميع متابعي هذه القناة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير للذين يساندون هذه القناة ويتابعون من أي مكان في العالم. تحياتي لكم جميعا. الشعب المغربي العظيم، الشعب الجزائري العظيم، إخواني أخواتي، رجاء رجاء، أترون ما حدث في تركيا وسوريا؟ 17,000 لحد الآن. أنا أقوم بتصوير هذا الفيديو، 17,000 متوفي في زلزال تركيا وسوريا. هذه فلا بد منا أن نعتبر، لا بد منا أن نعتبر. إذا ما حيوش قلوبنا في مثل هذه الظروف، ربي سبحانه ويعاقب فينا. أعطانا هذا الزلزال المدمر صراحة، في حياتنا لم نشاهد زلزال بهذه القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبحمده. إذن أخي المغربي، أخي الجزائري، أختي المغربية، أختي الجزائرية، الذين ينشرون في الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد وأكرر وفي فيديوهات عديدة وكثيرة قمت بتسجيلها في قناتي الفتية، ودائما رسالتي واضحة وضوح الشمس كما يعرفونني متابعي الأوفياء لهذه القناة. أنا أنشر دائما للمحبة والأخوة والسلم والسلام بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، وهذا ما يؤلم الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي. يؤلمهم من يزرع الخير والمحبة في مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث بكلام رائع وجميل وكلام خير على أخيه المغربي أو الجزائري. هذا يضرهم كثيرا، خاصة أصحاب قنوات يوتيوبية من كلا الطرفين. هداهم الله جميعا وهدانا الله جميعا، أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. إخواني وأخواتي، ربي يهدينا. هذا الزلزال، هذه الكارثة التي حلت على بلاد المسلمين، لا بد منا أن نعتبر جميعا، أن نستفيد مما يحدث لإخواننا وأخواتنا في بلاد المسلمين. يجب أن نعتبر أيها الشعبي البسيط الجزائري، أيها الشعبي البسيط المغربي، يجب أن نستيقظ من سباتنا. لماذا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لماذا الإهانة واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لأخيك المغربي؟ يا أيها الجزائري الذي فتحت قناة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر هذه الألفاظ والعبارات كمملكة بوسبير ومملكة الدعارة ومملكة ميمسيس وغيرها من غيرهم من الألفاظ التي تغضب الله سبحانه وتعالى، ويا أيها المغربي الذي فتحت قناة في مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم بعض العبارات والألفاظ المسيئة لشهداء الجزائر، وغيرهم من القذف، ويقول لك أنا ما نسبش وما نقولش وغيرها،
الكراغلة وغيرها، الكبرانات، هذه العبارات والألفاظ. أو سير روح دير الطابور، مملكة طابورستان، خصكم البنان وغيرها. يجب أن نستيقظ ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا الأصل، خلينا الصح، ورانا نتبعوا في هذا الفتن. ووجهوا رسالتي للمتابعين من الشعوب، لماذا تتابعون مثل هذه القنوات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ قنوات فتنة، قنوات ألفاظ وعبارات مسيئة للآخر من الطرفين، من الجانبين، كلاهما مخطئين. هدانا الله أجمعين. إن شاء الله، بلك راني طولت عليكم، ولكن أتمنى من الجميع أنه يستيقظ من السبات. فهذه يجب أن نعتبر من الكوارث الطبيعية اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعتبر ونستيقظ أخي وأختي المسلمة، يجب أن نتبع المحتوى الهادف والنافع في مواقع التواصل الاجتماعي. يجب منا أن نكبر قنوات ناس هادفين أو يتعبوا مجهود كبير بدون فائدة باش تعرف في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه القلة القليلة هي التي تتابع محتوى هادف ونافع في اليوتيوب وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن تتضافر الجهود وندير اليد في اليد باش نرفع من هذه القنوات المفيدة، ولتنشر الأخوة والمحبة، ولينشروا محتوى الدين الصحيح، لينشروا المحتوى يعلموا مهن للناس، محتوى التعليمي، المحتوى المفيد والهادف انقرض من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه بسببنا احنا نتبع قنوات الأخبار وقنوات الفتنة وغيرها. ما نقدروش نشوفوا صورة مصغرة هكذا، الفضول تاعنا يجذبنا، ما نقدروش ما نكليكيوش عليها هكذا ونشوفوا الفيديو. ها، لازم نستيقظ من سباتنا. والله نحن نائمون، والله نحن نائمون ولا ندري متى سنموت. راكم تشاهدوا لحد الآن عملي هذا الفيديو أزيد من 17,000 ميت متوفى من هذا جراء هذا الزلزال المدمر. وهكذا تلقى إنسان مملكة بوسبير، مملكة كذا وكذا، مملكة جمهورية طابورستان وغيرها من الألفاظ، العديد والكثير من اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعي وأمور تافهة، البنان وغيرها، أمور تافهة جدا. والله أتفه الأمور تلقاهم هذيك لاشي في هذا. هداكم الله جميعا، ربي حسبنا قاع أجمعين، ربي يهدينا أجمعين، وعند الله تجتمع الخصوم. هدانا الله وإياكم يا أخوان أخواتي الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.